اوكي، بسم الله. خلينا كده مكملين في الديفايس درايفر، و زي ما احنا قلنا ان احنا شغلنا كله على الامبيدد، فحبيت ان انا الهلول اللي احنا عملناه المره اللي فاتت ارفعه على الراسبري باي. فادي الراسبري باي واخده اي بي 102، رفعت عليها الميك فايل وهلو دوت سي. فتعالى كده نفتح الهلو دوت سي، هنلاقينا فعلا نفس الكود بتاع المره اللي فاتت بالظبط، ما غيرتش فيه اي حاجه، ونفس الميك فايل بالظبط ما غيرتش برضو فيه اي حاجه. الحاجه الوحيده بس اللي عملتها على الراسبري باي ان انا سطبت الهيدر فايلز بتاعه الراسبري باي. احنا لما كنا شغالين على بي سي سطبنا او عملنا اي بي تي جيت انستول للهيدرز بتاعه الكيرنل بتاعه الفيرجن بتاعي. فعلى الراسبري باي انت محتاج تسطب الراسبري باي داش كيرنل داش هيدرز، ودي برضه هحطها في الديسكريبشن بحيث ان انت ايه جاست كوبي بيست الكلام ده كده على الراسبري باي او زي كده مثلا. هيقول لك ان انا بس انا عشان عندي اوريدي انستولد، لكن انت عندك هيبتدي يعمل لها باكينج على السيستم. اوكي طيب، كل اللي انت هتعمله بعد تكتب بس جاست ميك، هو هيبتدي يكومبايل الميك الموديولز دي، او زي ما انت شايف طلع لك الموديل. بس الشارد سوري الكيرنل موديول ده دلوقتي بقى الكيرنل اوبجكت ده اللي هو الهلو بقى بتاع الراسبري باي. فلو انا عملت انس مود لهلو دوت كي او وعملنا دي مسج، هلاقي فعلا هلو وولد. طبعا ده وورنينج من الكيرنل عشان انا موصل على راسبري باي فولت اقل من اللي محتاجه. طيب لو انا عملت سودو ار ام مود هلو دوت كي الهلو بس كده وعملت دي مسج، هلاقي جود باي. اوكي كده بالشكل ده احنا شفنا ازاي قدرنا ناخد نفس الكود اللي هو اللي حطيناه على البي سي نقلناه على الراسبري باي. طب ليه العمليه الجينيريك اللي حصلت دي وان مفيش اي ديفرنت في السوفت وير اتغير؟ عشان احنا الميك فايل بتاعنا اوريدي جينيريك. تعالى كده نبص على الميك فايل تاني، نفتحه من اي حته، هنا بطيء خلينا هنا. لو فتحنا الميك فايل هنا، انا هنا بقول له ايه شيل ان نيم داش ار، شوف انت ايه الفيرجن بتاعك وروح على المكان البيلد. وباي ذا واي لما انت تيجي تعمل سودو اي بي تي جيت انستول للراسبري باي كيرنل هيدرز بينزلها في نفس اللوكيشن، فبالتالي الموضوع بيبقى مور جينيريك. يعني انا عملت هنا ان نيم داش ار، ده الراسبري باي هنا شغال انا على 5.1532، لكن هنا على الجهاز بتاعي لو عملنا ان نيم داش ار ففيرجن تاني خالص. اوكي طيب، حابب بقى نبتدي فيز جديده ان شاء الله، ممكن نخليها في الفيديو الجاي تبقى حاجه مستقله لوحدها. هشرح الموديول بارامتر ازاي تبدا تدي للموديول الكيرنال موديول ده بارامترز يبتدي ياخدها ومن خلالها يبتدي يعمل اكشنز معينه، وبعديها نبتدي ان شاء الله في السكشن بتاع الفايل سيستم.